اقتصاديا، انهت مؤشرات البورصه تعاملاتها اليوم على تباين في الاداء مع ارتفاع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 مدعوما بمشتريات المستثمرين الاجانب. وحقق راس المال السوقي ارباحا قدرها 244 مليون جنيه. وطبقا لبيانات البورصه، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبه 24%. شهدت العديد من محطات الوقود اختناقات وازدحاما في ظل شكوى قائدي المركبات من نقص في امدادات البنزين بمحطات الوقود، وعلل البعض الأزمة بسبب قرب حلول عيد الأضحى المبارك. من جانبها، أفادت الهيئة العامة للبترول بزيادة ضخ الوقود بداية من اليوم بنسبة 10% لمواجهة أي نقص من المتوقع حدوثه بسبب الشائعات. وقالت الهيئة إنه سيتم ضخ 22 ألف طن بنزين و42 ألف طن سولار إلى المحطات، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. تراجعت للشهر الثامن على التوالي الصادرات المصرية غير البترولية في أغسطس، وهبطت بنسبة 20%، إذ انخفضت إلى 1.4 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي مقابل 1.8 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين في حكومة تسيير الأعمال أن مؤسستين لتجارة التجزئة بدأتا في إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة، وذلك في عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط. وأضاف أن هذه الأسواق وغيرها من المحافظات توفر نحو 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. قال مراسل النهار اليوم أن جميع المجازر بالغربية ستذبح الأضاحي في أيام العيد بالمجان، وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالغربية أكدت استعدادها بعدد من السيارات لنقل اللحوم بالمجان أيضا، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لشن حملات على محال الجزارة. بنبشر الناس إن إحنا الأهالي إن كل المجازر في الغربية على استعداد تام إنهم يذبحوا الأضاحي في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث أيام النحر يعني مجانا، وبرضو يعني أسطول النقل بعربيات جاهز لنقل كل اللحوم بالمجان. استعداد طبعا بقى مع الجهات المعنية، التموين، الصحة، مباحث التموين، المحافظة، ان احنا طبعا حملات مكثفة على ال